نتكلم على حته. بسم الله الرحمن الرحيم. بناخد اللي هو المورفولوجي بتاع البرين ستيم. ايه البرين ستيم باختصار؟ اول حاجه اسمها ميد برين، وتاني حاجه اسمها هورنز، وتالت حاجه اسمها مندبلا كورتيكس. ميد برين، هورنز، مندبلا كورتيكس. يبقى اول حاجه ميد برين. طبعا انا راسم رسمتين على البورد. ايه الرسمتين دي؟ دي رسمه انتيريور فيو ودي رسمه بوستيريور فيو. محدش يقول لي الحجم ده كبير، ده البرين ستيم بتاع فيل يعني، وانا جايب برين. اوكي، يبقى عندنا ميد برين بونز مدلة لونجاتا. ده انتيريور فيو، ده بوستيريور فيو. اول حاجه اسمها ميد برين. ميد برين اتسمى كده ليه؟ ده فروم امبريولوجي. البرين كان في الامبريولوجي كان حاجه اسمها فور برين، ميد برين، هايند برين، زي فور جات وميد جات وهايند جات. فده الاسم جاي من الامبريولوجي، برين وسطي، يبقى ده موجود في الوسط. ده كلمه امبريولوجي. الكلمه الثانيه اسمها هونز. هونز مينز بريدج، كوبري، قنطره يعني. لان اول واحد شافه لا ان هو بريدج بتوين التو سيريبيلر هيمسفير، فكلمه هونز. هل شو دي بونز لو سمحت؟ هونز، هونز. فمش عارفين الفرق ايه، مش مشكله. بس هونز ده هيطلع بون عادي يعني، بون بون يعني غير البونز يعني. اخر حاجه اسمها المدلة اوبلونجاتا. المدلة اوبلونجاتا يعني النخاع المستطيل. يعني ايه؟ هو فسر الماء بالماء يعني. وكان حد عارف يعني ايه النخاع والمستطيل؟ المستطيل يعني ريكتانجل. نخاع يعني في كافيتي، يعني في كافيتي، سم كافيتي ريليتد تو ذيس فيو. يبقى انا عندي ميد برين بونز مدلة اوبلونجاتا. طيب إيه هنشرحه كده كفيو امامي، ايه الانتيريور فيو اللي موجود عندي، وبعدين نبقى نشرحه فيو خلفي اللي موجود، وبعدين نلم اللي موجود عندنا. يبقى عندنا اول حاجه الميد برين. ايه اللي موجود عندي في الميد برين؟ الانتيريور سيرفيس بتاع الميد برين الاقي في عندي بيدانكل، كلمه غلسه جدا يعني. ايه الكتله دي؟ الكتله دي إيه بعد ما نخلص ان شاء الله باذن الله اكبر برين ستيم اصغر في المشرحه يعني، اصغر من ده ثلاث مرات، فانتوا كلكم هتتفرجوا عليه بعد كده. وبعدين ده بتاعي مش بتاع الكليه. يبقى عندنا هنا يبقى اسمها ايه؟ سيريبرال بيدانكل. بيدانكل يعني سبورت، يعني ليك للسيريبرال، يبقى اسمه ايه؟ سيريبرال بيدانكل. يبقى الانتيريور سيرفيس بتاع الميد برين ليه اسم مخصوص، اسمه ايه؟ اسمه سيريبرال، سيريبرال بيدانكل. كلمة بيدانكل يعني سبورت، يعني لج يعني. الكتلة دي والكتلة دي اسمها ايه؟ سيريبرال بيدانكل. يبقى الانتيريور سيرفيس بتاع الميمبرين اسمه ايه؟ سيريبرال بيدانكل. الميمبرين احنا طبعا احنا خدنا الكرينيال نيرفز، كان عندنا هنا يا نوف منوره والله، يا نوف بيسجل ماليش دعوه. يبقى عندنا هنا كان عندنا 12 نيرف زي ما انتم عارفين. الفيرست وسكند كرينيال نيرفز كانوا نوترو كرينيال نيرفز ريليتد للبرين. الثيرد والفورث اللي هم اسمهم اوكيولوموتور وتروكيا ريليتد للميد برين. يبقى ثلاثه واربعه ريليتد للميد برين. ثلاثه موجود من قدام واربعه موجود من ورا. يبقى ان شورت بالنسبه لي هلاقي في عندي نيرف موجود هنا، النيرف رقم ثلاثه اسمه اوكيولوموتور نيرف. يبقى ده النيرف رقم ثلاثه اسمه ايه؟ اوكيولوموتور نيرف. يبقى ان شورت اللي انا عايز اعرفه على الميد برين من قدام حاجتين. رافع ايدين فوق كده اسمهم سيريبرال بيدانكل، وفي نيرف طالع من قدام اسمه ايه؟ اسمه اوكيولوموتور نيرف. ده اللي انا عايز اعرفه. يبقى انا عندي الميد برين الانتيريور بارت بتاع الميد برين اسمه ايه يا ولد؟ سيريبرال بيدانكل، وفي نيرف بيبقى ريليتد اللي اسمه ايه؟ اوكيولوموتور نيرف. لو نزلنا لتحت كده ده اسمه البونز. ده بونزا، ده تحس ان هو الكرش يعني اللي موجود عندي. كرش يعني كرش. يبقى عندنا هنا ده اسمه بونز. هلاقي على البونز كده في سالكس موجود في الوسط. سالكس يعني جروف يعني. السالكس ده اسمه بازيلار سالكس. ايه الاسم الغريب ده؟ ليه سميته بازيلار سالكس؟ لان الانتيريور سيرفيس ده اسمه بازيلار سيرفيس.
يبقى انا كان عندي هنا الانتيرير سيرفيس اسمه سيربرال بتانكل. الانتيرير سيرفيس ده كان اسمه بازيلار سيرفيس. طب هو سموه كده ليه؟ لانه ريليتد للبيز اوف ذا برين. اسمه الثاني بيزس كونتايت. يعني لو سمعتوا الاسم ده في اي حته يبقى الانتيرير سيرفيس بتاع البونز كان اسمه ايه؟ بازيلار سيرفيس بيز. وفي سيرفيس اسمه بازيلار سيرفيس. ولي عندي شويه خيوط هنا اي كلام كده مش هقول اسمها ايه اتجمعت وعملت بدانكل اسمه ميدل سيريبيلر بدانكل. ميدل سيريبيلر بدانكل. نقف كده واقفه بسرعه كده. احنا عندنا ثلاثه سيريبيلر بدانكل. مش عايزين الاسامي تتلخبط. في فرق بين كلمه سيريبرا وسيريبيلر. انا قلت اللي فوق ده كان اسمه سيريبرال بلانكل يعني وصل للسيريبرام. لكن انا عندي بقى السيريبيلم وصل لفين؟ للسيريبيلم للمخيخ. والسيريبيلم بلانكل كانوا ثلاثه. واحده يبقى طالع من الميدبرين، واحده يبقى طالع من البونز، واحده يبقى طالع من البلاد. كلهم وصل للسيريبيلم. فده الوسط. عشان كده سميته ميدل سيريبيلر بلانكل. لما اجي ابص على البوستيرير فيو ده البوستيرير فيو الاقي في عندي حاجه اسمها السوبيريور سيريبيلر بدانكل. وهيبقى الاقي عندي حاجه اسمها السوبيريور سيريبيلر بدانكل. والاقي في عندي حاجه اسمها انفيريور سيريبيلر بدانكل. يبقى كل جزء من البرين ستيم طالع بدانكل. يعني كلمه بدانكل يعني معناها طالع دعامه سبورت ريكتي طالع بدانكل وصل لغايه السيريبيلر. يبقى البدانكل اللي موجود عندي هنا اسمه ايه؟ ميدل سيريبيلر بلانكل. اسمه ايه؟ ميدل سيريبيلر بلانكل. يبقى باختصار البونز من قدام كان اسمه ايه؟ بازيلار سيرفيس. البونز من قدام عليه سالكس اسمه ايه؟ بازيلار سالكس. عمل بدانكل كده. البدانكل ده اسمه ايه؟ ميدل سيريبيلر بلانكل. الكرينيال نيرفز كان 3 و4 ريليتد للميدبرين. 5 و6 و7 و8 ريليتد للبونز. يبقى عندنا 5 و6 و7 و8. ايه 5 و6 و7 و8؟ 5 تلاقيه موجود هنا. طبعا اكيد انتوا عارفينه اللي اسمه ترايجيمينال نيرف. 6 اللي كان اسمه الابديوسنت نيرف. 6 ده موجود بتوين بي و بي زيتونة لا شرقية ولا غربية. ايه يعني بي و بي؟ بونز واللي تحت دي حاجه اسمها بيراميد. 7 و8 موجودين في الحته دي هنا. الحته دي كان اسمها بونتو ميدالر جنكشن او بونتو سيربيلر بانكل. يبقى تاني يبقى النيرفات دي موجوده فين؟ كان اتش. 5 موجوده في الجنكشن بين البونز والميدل سيربيلر بانكل. 6 بتوين بي بي، بي اللي تحت دي اسمها بيراميد وبي اللي فوق اسمه بونز. بي بي. 7 و8 موجوده في البنتو ميدالر جنكشن او بونتو سيربيلر بانكل. يبقى عندنا هنا الميد برين من قدام كان اسمه ايه؟ سيريبرال بدانكل. وكان الريتد نيرف كان اسمه ايه؟ اوكيولوموتور نيرف. البونز من قدام كان اسمه بازيلار سيرفيس. وكان عليه ساركس اسمه بازيلار ساركس. وبدانكل اسمه ميدل سيريبيلر بدانكل. كان عندي الكرينيال نيرفز رقم 5 و6 و7 و8. 5 اللي هو الترايجيمينال نيرف. 6 ابيوسنت نيرف. 7 و8 فيشيال وفيستيبيولو كوكيلار نيرف. 6 بونز وبيراميد بي 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 بي. 7 و8 بونتو ميدالر جنكشن. ما اكدبش عليكم مكان ما كل النيرف طالع في مشكله موجوده، يعني في ديزيز موجود. عشان كده لو انتوا عايزين تعرفوا من النهايه اهم سؤال ممكن يجي لكم في حته الاكسترنال مورفولوجي فين الكرينيال نيرف ماسك؟ مطرح من كل كرينيال نيرف ماسك هيطلع ديزيز او سندروم. ننزل تحت شويه الاقي عندي الميدالا اوبلونجاتا. يبقى فوق كان عندي ميد برين في الوسط عندي بونز تحت عليها عندي ميدالا اوبلونجاتا. الاقي الميدالا اوبلونجاتا الانترولاترال سيرفيس عندي 3 اليفيشن وفي عندي 3 ديبريشن. 3 ارتفاعات 3 منخفضات. حته منخفضه مرتفعه منخفضه مرتفعه منخفضه مرتفعه. هي مش كده.
تعالوا نشوف مع بعضينا كده. اول حته مرتفعه دي، فبطلق عليها كلمه بيراميد. يبقى المنطقه دي اسمها ايه؟ بيراميد، لان شكلها بيراميد، ولان تحتيها في تراك مشهوره اسمها بيراميد تراك. فهي كولكتيفلي ماشيه الاثنين يا نهار كده، بيراميد تحتيها تراك اسمها ايه؟ بيراميد تراك. جنبيها زيتونه، المنطقه دي اللي انا حاططها دي اهي زيتونه اسمها اولف. يبقى انا عندي بيراميد جنبيها اولف زيتونه. والحته الثالثه والاخرانيه دي بدانك الموجوده، زي ما كان عندي سوبيريور وميدل، اكيد البدانك ده يبقى اسمه ايه؟ انفيريور سيريبيلار بيدانكل. يبقى انا عندي هنا في عندي 3 اليفيشنز موجودين. ايه 3 اليفيشنز الموجودين؟ اول اليفيشن ده كان اسمه بيراميد، ده تحتيه تراك اسمها بيراميدال تراك، جنبيه اليفيشن اسمه اوليف، تحتيه نيوكليوس اسمها انفيرير اوليفري نيوكليوس، هتاخدها في الهيستولوجي ان شاء الله. تالت حاجة عندي بدانكل موجود، بطلق عليه كلمة انفيريور سيربيلا بدانكل. يبقى عندي تلات حاجات، انت الحتة تنام يا واد يعني بس. يبقى عندنا هنا ده دوبك جاية متحمسة، خمس دقايق كانت أحلى سرير نايم وقاعدة بتاكل رز مع الملايكة. يبقى عندنا هنا 3 اليفيشنز موجودين، يبقى عندنا بيراميد أي لاف يو عادي، يبقى عندنا بيراميد، عندنا أوليف، أنت بتسجل كل حاجة والله ربنا يستر والله. يبقى عندنا بيراميد وأوليف وانفيريو سيربيلر بلاك، 3 اليفيشنز موجودين. وعندي 3 ديبريشن موجودين، مش مهمين قوي، يعني انا هقول اساميهم بسرعه ومش هثبت عليهم. ايه هما؟ فيشر موجود في الوسط، بتوين البوست بيراميد عندي في فيشر موجود. وبعدين بين البيراميد والاوليف في ساركس. وبين الاوليف والانفيريو سيربيلر بلاك في ساركس، يبقى كان عندي هنا 3 اليفيشن وفي عندي 3 ديبريشن. ايه الثري ديبريشنز اللي موجودين؟ الفيشر اللي موجود ده اسمه انترو ميديان فيشر، يبقى ده كان فيشر موجود. ممكن حد يسال كده سمر تقول يعني ايه فيشر يعني؟ برضو كده انا لو عايز اجيب بطيخه حبحب يعني، عشان محدش يسالني يعني كويس، عارف ايه حبحب؟ ما عرفتوش انا الا قريب. ازيك يا مايكل؟ يبقى عندنا هنا وجاي عايز اتاكد ان البطيخه دي حلوه، اقول للراجل ده شوف اهالي، يروح حاطط السكينه كده عشان اهالي ايه؟ كده حمرا شكلها قرع طعم. يبقى عندنا هنا يبقى دي كويس اسمه فيشر، حاجه شكل حاجه دي يعني. لكن لو كانت على خفيف يا نوف، يبقى عندنا هنا تو سارقاي موجودين. ساركس بين البيراميد والاوريك اسمه انترو لاترال ساركس. وساركس تاني موجود بين الاوليف والانفيريو سيربيلر دانكل اسمه بوسترو لاترال ساركس. طبعا عبد الرحمن وهو انا وهو اقليه هنا يعني، والله لو كنا هنا 100 واحد وفي بيت برضك هيبقى اقليه. المهم يبقى عندنا هنا الثلاثه ساركاي دول نحفظهم ولا ما نحفظهمش؟ انا عارف بطه تيجي تقول لي يعني الكلمه دي علينا ولا مش علينا، كويس انا عارف يعني. anyway ما يفرقوش قوي بالنسبه لي، لكن اللي انا هقوله بعد كده هو اللي هيفرق. يعني الاسامي دي مش هقطع نفسي منها اعرفها، انتروميديا فيشر انترولاتر سابل بوستراتر سابل. امال هتقطع نفسك عشان تعرف ايه؟ الاكزيت بتاعت الكرينيال نيرفز. يعني الكرينيال نيرفز ريليتد موجوده ازاي؟ جسمك ايه؟ جسمك انت غيداء؟ وكان في واحده غيداء برضه مش كده؟ يبقى عندنا هنا انا شايفها من هنا بس مش عايز اكلم. يبقى عندنا هنا الكرينيال، هو ايه الكرينيال نيرفز اللي ريليتد لهنا بقى؟ ايه هم جينا؟ 9 و10 و11 و12 قاعده بتفكر يعني هعمل ايه بقى؟ جايه بقى من المدينه واكله وبط وفراخ ونسيت الدنيا وما فيها. يبقى 9 و10 و11 و12. 9 اسمه بروسوفرجينال، 10 اسمه فيجاس نيرف، 11 اسمه اكسسوري نيرف، 12 اسمه هايبرجلوسال نيرف. لوحدي كده نحطه النيرف رقم 12. 12 كان طالع بين البيراميد والاوليف.
وتسعة وعشرة والكرينيال بارت بتاع 11 كرينيال اكسسوري كانوا طالعين بين الاوليف والانفيرو سيريبيلر دكت. يبقى انا عندي الهايبوكلوسال بتوين البيراميد والاوليف. اما الجلوسوفارينجيال والفيجاس والكرينيال اكسسوري بين الاوليف والانفيرو سيريبيلر دكت. انا اهم حاجه تهمني في الموضوع هما الاكزيت بتاع الكرينيال نفس، لان كل الكلام ده ليه امراض بالنسبه لي. يبقى تعالوا كده مع بعضنا نراجع بسرعه. ده الانتيريور فيو. يبقى انا عندي كان في الميد برين الانتيريور بارت بتاع الميد برين كان اسمه ايه؟ سيريبرال بيدانكل. ويا نوفا كان في نيرف موجود هنا كان اسمه ايه؟ اوكيولوموتور نيرف. طبعا انا عارف مش لولو؟ لولو ولا لا؟ انش لولو. يبقى عندنا هنا مش هقول لكم مين هي لولو، بس يبقى عندنا هنا هخبيها عليك. ممكن لولو تقول لي طب والرابع راح فين؟ لا ده موجود في الاخوات يعني مش هتشوفه هنا في اللحظه دي. يبقى عندنا الاوكيولوموتور نيرف والسريبرال دانكل. طب البونز الانتيريور سيرفيس كان اسمه بازيلار سيرفيس، عليه سانكس اسمه بازيلار سانكس، عمل بدانكل اسمه ميدل سيريبيلار بدانكل. عندي كرينيال نيرف نمبر 5678 5 موجود عند الجنكشن بين البونز والميدل سيريبيلار دانكل. 6 اللي هو الادوسر بي وبي بونز بيراميد. 7 و8 الفيشر والسيفيلو كوكيلان موجود عند البونتو ميدلر جنكشن. عشان بس اقول لكم مثلا واحده من التكات 7 و8 دول موجودين في الجنكشن ده ومعاهم السيريبيلار، فدايما في تشومر بيطلع في المنطقه دي. تلاقي كده واحد يجي لك اللي هو السندروم في الامتحان يقول لك ده واحد جاله اتاكسي سيريبيلر اتاكسي يعني بيتمط واحد يعني. وسبعه وثمانيه ضرب سبعه يعني فيشل وثمانيه يعني فيستيبيلو كوك يعني في هيرنج بروبلم ومش عارف ايه. يا ترى الليجن كان موجود فيه اعكس الموضوع اقول انا في جالي عيان جاي له ليجن في البونتو ميدالان جنكشن او بونتو سيريبيلر انجل يا ترى اني نيرف عندنا هنا. يبقى ده 6 7 8 عندنا نزلنا لتحت 3 اليفيشن اللي موجودين بيراميد اوليف انفيريور سيريبيلار بدانكل. النيرفز طالعه ازاي؟ الهايبوكلوسال بين البيراميد والاوليف وجلوسوفارينجيال وفيجاس والكرينيال اكسسوري بين الاوليف والانفيريور سيريبيلار بدانكل. فاهمين؟ وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون. فين؟ قلت حاجه مالك يا فنان؟ انت نزلت من الجنه وبينا كويس يعني ايه؟ لا هنا الارض بقى خلاص يعني. عندنا بعد كده لو جايين نبص على الباب تعبت ولا حاجه ناخد بريك؟ طيب. يبقى عندنا هنا لو جاي ببص على الباب. نمره واحد يلا. مفيش حد يفهم حاجة على الفلوس حرام نقطع هنا عشان رقبتنا ما تتقطعش ناخد منها. ده كويس. سيبكم من الكتاب ركزوا في اللي انا هعمله. النيرفس سيستم في الامبريولوجي بتكرهه انا عارف وانا كمان. يبقى عندنا النيرفس سيستم اول ديفلوبمنت بتاعه كان عامل ازاي؟ كان عامل في سوليد بليد كده اسمه نيورال بليد. بعدين شويه شويه عمل جروب وشويه شويه عمل تشوب. يعني النيرفس سيستم كده بعمل كده تشوب. جلجله هيطلع الارنب انا عارف. فعندنا هنا جوه النيرفس سيستم شايفين في فراغ. يعني مطرح ما احنا بنبص جوه النيرفس سيستم دايما بيبقى فيه فراغ. في بعض الاحيان تلاقي الفراغ يحصل له دايلاتيشن. يعني لو انا جاي برسم ده ادي النيرفس سيستم اهو هرسمه لكم بس مش الرسمه اللي هرسمها دي هي معنى نفسي مش عارف هي ايه رسمه دي. دي رسمه للنيرفس سيستم. عامله كده من غير ما حد يتريق غالبا هيطلع ميكي ماوس يعني غالبا يعني انا متهيألي كده يعني عشان ما حدش يسألني ايه دي انا ما اعرفش. شفتوا بقى باينه خالص ايه ده؟ السيريبرام ده السيريبرام اولا السكشن ده سكشن تخيلي بحت يعني
انا تخيلت ان انا عندي فصين اهو، فده السيريبرم جواه في فراغ اسمه لاترال فينتريكل. السيريبرم جواه في فراغ اسمه ايه؟ لاترال فينتريكل. فينتريكل يعني حجره، تشامبر يعني. حتى كان في برنامج بيقول لك فكر ثواني تكسب دقايق، فكان البرنامج ده شفتيه ولا انا؟ المهم البرنامج ده كان يقول لك ايه بقى؟ اين تقع الحجرات الكريمه؟ هو فين الحجرات الخبيثه الاول؟ ما نعرفش. ايه الحجرات الكريمه دي؟ هي الدايلتيشن اللي موجوده جوه البرين. اسمها ايه؟ فينتريكل. يبقى عندنا دول اسمهم ايه؟ لاترال فينتريكل، دول موجودين جوه السيربرال هيمسفير. وبعدين جوه الداينكيفالون، ايش الداينكيفالون ده؟ الثلمس واخواته اسمهم داينكيفالون. الاقي عندنا في فينتريكل تاني اسمه ايه؟ ثيرد. طبعا عبد الرحمن يقول لي والثيرد ليه يا دكتور؟ رقم ثلاثه ليه؟ عشان في اثنين قبل ما عبد الرحمن. يبقى ده رقم ثلاثه. لكن بقى اللي يهمني بقى ان احنا ننزل تحت شويه بقى. هي دي الحته اللي تهمني. الحته دي جوه الميد برين تلاقي في قناه موجوده. يبقى جوه الميد برين في قناه. وبعدين بقى في دايلاتيشن موجود، ده تبع البونز والابر بارت بتاع المدلة، ده الفنتريكل رقم اربعه. اسمه فورث فنتريكل. يبقى ده الفنتريكل رقم كام؟ اربعه. وارسم كده، دي البونز اهي، وادي المدلة. بعدين اللي تحت ده اسمه السباينال كورد. يعني عايز تقول ايه يا دكتور بالراحه كده؟ قبل ما تتوه مني، تهتوا طبعا. ده اسمه ميد برين. والحته دي اسمها بونز. والحته دي اسمها ايه؟ ميدالا. يبقى عندي ميد برين، بونز، ميدالا. لو جاي ببص جوه الميد برين هتلاقي في القناه موجوده. كانال. هدينا اسم دلوقتي. طبعا انا عارف انتوا مستصعبين الاسامي دي وانا كمان والله. هنحفظها طبعا وهتيجي في الامتحان كمان. العملي طبعا. يبقى عندنا هنا القناه موجوده هنا اسمها السيريبرال اكويدكت. يبقى في قناه جوه الميمبرين اسمها ايه؟ سيريبرال اكويدكت. هيقول ايه الاسامي الغريبه دي يا جدعان؟ والله بصوا انا امبارح كنت ماشي على الكورنيش، مش عايز اقول لكم كنت مع مين؟ مع مرات شيطان. يبقى عندنا هنا ففت على منطقه اسمها فقيب اكواريوم. اكوي اكواريوم، اكوي اكوي يبقى مائي، يبقى قناه مائيه. يبقى سريبرال اكوي دكت، قناه مائيه، دكت مائيه، قناه مائيه. يبقى جوه المنبرين في دكت اسمها ايه؟ سريبرال اكوي دكت. طيب والبونز؟ لا البونز كله ريليتد للفورث فينتريكل. طب المدله؟ لا المدله جزئين، جزء ريليتد للفورث فينتريكل وجزء بقى فيها قناه. القناه دي ليها اسم مخصوص اسمها سنترال كانال اوف كلوزد ميدالا. الميدالا انشورت 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 بيدوها اسمين، الحته اللي فوق دي اسمها اوبن ميدالا والحته اللي تحت دي اسمها كلوزد ميدالا. يبقى تاني الحته التمني برين ستام، الحته اللي انا هقولها اثناء انت نمتي خلاص وجبنا الحاجه بطانيه، الحته دي نخلي الدكتور هاني يقولها لكم، يقول لكم هو بياخد السباينال كورد يقول لك ان في حاجه اسمها سنترال كانال اوف سباينال كورد. سمعتوا عنها قبل كده؟ انتوا ما خدتوش قبل كده؟ اللي هو لما يجي يرسم الاتش شيب ده يقول لكم في قناه هنا، شايفين هنا؟ وعبد الرحمن يقول هو ليه الاتش شيب ده حسن يعني؟ بس يعني هو في قناه يعني. يبقى عندنا في قناه اسمها سنترال كانال اوف كلوز مدار. يبقى عندنا باختصار 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 كويس هقول المعلومه دي وبعدين يا لولو بقى تقدر تروح تجيب لي كوبايه شاي او نسكافيه بلبن. يبقى عندنا هنا الميد برين فيها قناه اسمها ايه؟ سيريبرال اكويدكت. البونز كله تبع الفورث فينتريكل. المدله فيها جزئين اوبن وكلوز المدله. يبقى فيها قناه اسمها سنترال كانال كلوز المدله. يبقى ان شورت ارجع كلامي اخد بريك خفيف كده يعني قول خمس دقايق كويس 10 او 15 دقيقة عشان خاطر عادية بس يعني بس كده كتير؟ كويس طيب خلاص بقى هناخد بريك دقيقة واحدة يبقى عندنا هنا ويقتلوها كويس يبقى في اثنين هيتقتلوا النهاردة عارفينهم؟ يبقى عندنا الميد برين كان من قدام كان اسمه ايه؟
سيريبرال بدانكن، والريليتد نيرف كان اسمه اوكيولوم. البونز من قدام كان اسمه ايه؟ بازيلار سيرفس. عليه سيرفس اسمه بازيلار سيرفس. بدانكن الموجود اسمه ميدل سيريبرال بدانكن. النيرفز الاكشن ريليتد خمسه ترايجيمينال، سته ابديوسن بتوين بي او بي، سبعة وثانية ثمانية بونتو ميدال ريجامش. نزلنا للمدال ثلاثة إليفيشن بيراميد أوليف إنفيريور سيربيلر دام. بين البيراميد والأوليف طلع نيرف اسمه هايبوغروسر نيرف. بين الأوليف والإنفيريور سيربيلر بدانكن جروس فرنجيا وفيجاس وكرينيال أكسس. كنت هشرح الباك بس قبل ما اشرح الباك علشان كل شوية هنصطدم بالأسامي دي. اللي يهمني سيبكم من الحته اللي فوق، طبعا الحته دي هنقعد نشرحها ده مهم قوي، لكن اللي يهمني دلوقتي ان الميد برين جواها في قناه اسمها ايه؟ سيريبرال اكويدكت. منوره يا بتاع والله، انت كلك بتاع. عندنا هنا في البونز كلها ريليتد للفنتريكل اسمه ايه؟ فورث فنتريكل. المدله جزئين، اوبن مدله وكلوزد مدله. اوبن مدله تبع الفورث فنتريكل، والكلوز مدلل تبع السنترال كانال اوف سنترال كانال اوف كلوز مدلل. مفهوم هذا الكلام؟ هناخد بريك 10 مينتس فرفشو وبعدين نرجع بعد كده ان شاء الله. واحد في التسجيل.